جامعة النهرين توقع اتفاقية تعاون أنمية مع الجامعة التقنية الوسطى، ويأتي ذلك في إطار زيارة وفد الجامعة التقنية إلى جامعة النهرين. وقد تم التأكيد على أهمية وضرورة التعاون من أجل الرقي بالعلم والتأهيل الأكاديمي المهني. اليوم أن نلتقي في جامعة النهرين بالسيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نبيل وتوقيع هذه الاتفاقية التي سترى النور من هذا اليوم، والتي من خلالها سوف نتفق على أشياء كثيرة من أجل التعاون العلمي والتقني من خلال الجامعتين، الجامعة التقنية الوسطى وجامعة النهرين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم شرفت جامعة نهرين بأصالة عن نفسي ونيابة عن منتسبي هذه الجامعة بحضور وفد رفيع المستوى متمثل بالسيد رئيس الجامعة التقنية الوسطى وكذلك رئيس مجلس التعليم التقني للجامعات التقنية والوفد الأساتذة السادة المساعدين وعمداء الكليات والإعلام والعلاقات. وحقيقة هذه المبادرة هو تكامل بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، حيث تشهد الجامعة التقنية الوسطى بمنجزاتها التطبيقية حقيقة، واليوم جامعة النهرين أيضا لديها منجزات نظرية وتطبيقية، ولكن التكامل المعرفي بين الجانبين سوف ينعكس إلى الطالب والباحث والأستاذ. واليوم المعرفة في الجانب التكاملي حقيقة ضرورة ملحة للارتقاء بواقع الجامعات، وبالتالي ينصب هذا للمجتمع. شكرا جزيلا.